السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ناشد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية علي المري بابان الفاتي كاني فرنسيس الضغط على السلطات الإماراتية خلال زيارته المرتقبة إلى أبوظبي في 2 شباط فبراير المقبل من أجل ما أسماه تحييد المدنيين والرعد مزجهم في الخلافات السياسية. جاء ذلك خلال استقبال البابا فرناسيس رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان في حاضرة الفاتيكان بحضور سكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول أي وزير الخارجية الأسقف بولريتشار بلان أغر. وبحسب بيان اللجنة نشر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، نقل المري للبابا رسائل من مواطنين قطريين يشتكون من خلالها مما وصفوها بانتهاكات خطيرة بحقهم من جانب الإمارات والبحرين والسعودية، يدعو بأنها تسببت في تشتيت عائلاتهم وعدم إكمال الطلبة لدراستهم في الإمارات بسبب أزمة الخليج التي اندلعت بين قطر والدول الثلاث إضافة إلى مصر منذ نحو 20 شهراً. وقال المري للبابا: إنني أنقل رسالة إلى قداستكم، حملتني إليها آلاف الأسر المشتتة والأطفال والنساء الذين تقطعت بهم السبل وحرموا من لم شملهم منذ نحو 20 شهراً بسبب إجراءات عقابية لا تمت بصلة للأخلاق والقيم الإنسانية أمعنت في اتخاذها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حق آلاف الأسر التي تمزقت واضطرت الأزواج للانفصال والابتعاد عن أبنائهم بذريعة خلاف سياسي لا ناقة لهم فيه ولا جمل. وقطعت الدول الأربع علاقاتها كافة مع قطر في 5 حزيران يونيو 2017 بدعوى دعم الدوحة للإرهاب وهو ما تنفيه قطعية. وأرفقت هذه الدول قرارها قطع العلاقات بمجموعة إجراءات عقابية ضد قطر تمثلت في منع الشركات المسجلة في قطر من استخدام أجواؤها وموانئها ومطالبة مواطني قطر بمخاضرة أراضي السعودية والبحرين والإمارات وعدم السماح لمواطنيها بزيارة قطر فضلا عن إغلاق الحدود البرية بين السعودية وقطر. ووفقا للجنة القطرية لحقوق الإنسان اشتكى عدد من الطلاب القطريين في الإمارة من منعهم من مواصلة دراستهم، كما اشتكى عدد من رجال الأعمال القطريين من عدم السماح لهم بمتابعة أعمالهم في الإمارات. وتقول اللجنة القطرية إن العديد من العائلات في قطر ترتبط بعلاقات قرابة ونسب مع عائلات في السعودية والبحرين والإمارات ولا يسمح لها بزيارة. من جانبها أكدت الإمارة أنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة منذ قطع العلاقات في 5 حزيران يونيو 2017. وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية صادر في 5 تموز يوليو 2018: إن مواطني قطر المقيمين بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة لن يكونوا في حاجة إلى استخراج تصريح لكي يستمروا في أقامتهم بالدولة، لكن ينصح المقيمون في الدولة والذين يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات، موضحة أنه يتم طلب جميع التصاريح عن طريق الخط الساخن المعلن عنه من قبلها. وأضاف البيان إنه منذ صدور قرار قطع العلاقات مع قطر لم تتخذ الإمارة أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة، كما لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد انتهاء مدة 14 يوماً الواردة في إعلان 5 حزيران يونيو 2017. وإن دولة الإمارة استأسف من استمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارة الخاصة بالشروط المتبقى لدخول وإقامة مواطني قطر، فإنها تؤكد احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري.
كانت الدول الأربع طلبت من الدوحة تنفيذ 13 مطلبا لعودة العلاقات، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية، والقبض على مطلوبين لهذه الدول يعيشون في قطر وتسليمهم، وغيرها من الشروط التي ربطت بآلية مراقبة طويلة الأمد. ورفضت قطر تنفيذ أيمان هذه الشروط معتبرة إياها تداخلا في سيادتها الوطنية، وطالبت بالحوار معها دون شروط مسبقة.